السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا بعض الأسئلة المقالية البسيطة. في الشكل اتزن صندوق كما بالرسم بتعليقه بخيطين مربوطين إلى بكرة ملساء بحيث يميل الخط الأول على الأفق بزاوية 60، هو الخط الثاني اللي هو T2 يعني. ما علينا، ما بتفرق، بزاوية 60 درجة. احسب قوة الشد في الخيط الأول، عايز قوة الشد في الخيط الأول والشد في الخيط الثاني اللي هو الشد الخيط الثاني بيميل بزاوية 60، ومطلوب أيضا الـ FG أو وزن الجسم. طبعا مباشرة طالما متزن فإن محصلة القوة على المحور الرأسي والمحور الأفقي على الواي والإكس تساوي صفر. إذا قم بتحليل الـ T2 قوة الشد الثانية المائلة، قم بتحليلها إلى واي وإكس، إلى في اتجاه الواي وفي اتجاه الإكس، ويكون لديك اللي في اتجاه الواي بما أن الجسم متزن فهو يساوي FG، واللي في اتجاه الإكس المركبة اللي في اتجاه الإكس تساوي أيضا T1 كما ترى. نحلل الشد T2 إلى مركبتيه T2 يا جماعة، T2 مش T1، إلى مركبتيها في اتجاه XY. فتي إكس هتساوي T2 كوساين ثيتا وT2 ساين ثيتا. عفوا، تي واي بيساوي T2 ساين ثيتا. ضع T2 80 كوساين 60 و 80 ساين 60 واطلع بالناتج مباشرة، سوف تجد أن 80 ضرب كوساين 60 ب 40، و اف ده تي 1 بيساوي تي 2 بيساوي على الافق، و اف جي الوزن بيساوي تي 2 ساين ثيتا، يعني 80 ساين 60 يطلع ب 69 تقريبا. ننتقل الى السؤال التالي. احسب القوى المحصله لمجموعه القوى التي امامك. مجموعه قوى جسم تؤثر عليه مجموعه من القوى، 120 يمينا، 40 يسارا، 200 لأعلى، و 140 لأسفل. مباشرة جيب محصلة القوة على المحور Y وعلى المحور X، فيصبح لدي X و Y، والX والY يصنعان الزاوية القائمة. إذن أطبق فيثاغورس كما ترون. أولا FR محصلة القوة أو القوة المحصلة في اتجاه الواي 200 ناقص 140 60 نيوتن، وكذلك على المحور اكس اف ار في اتجاه الاكس يساوي 120 ناقص 40 يساوي 80 نيوتن. ثم نحسب المحصلة، ار بتساوي الجذر التربيعي للاول تربيع زائد الثاني تربيع اللي هو اف ار واي تربيع وزائد اف ار اكس في اتجاه الاكس تربيع ايضا، فتحصل على الناتج مباشرة 660 تربيع زائد 80 تربيع، فيحصل الناتج أو تحصل على الناتج كما ترى أمامك. وطبعا بما أنها قوة وضعنا وحدة النيوتن أو وحدة قياس القوة. مثال: يؤثر فتى بقوة أفقية مقدارها 36 نيوتن في زلاجة فلزية وزنها 52 نيوتن عندما يسحبها على رصيف أسمنتي بسرعة منتظمة، ما معامل الاحتكاك الحركي بين الرصيف والزلاجة؟ اهمل مقاومة الهواء. على طول مباشرة ميو كي المعامل الاحتكاك الحركي اللي هو المطلوب هيساوي اف كي على اف ان اللي هي اف كي ب 36 على 52، تمام؟ فيطلع الناتج ميو كي بيساوي 0.69، وكما قلنا سابقا معامل الاحتكاك ليس له وحدة لأنه نسبة بين كميتين متماثلتين. المثال التالي يتعلق بالتمدد، التمدد الحراري.
وخاصة معامل التمدد الطولي. معامل التمدد الطولي أجريت تجربة لقياس معامل التمدد الطولي لمعدن ما في مختبر المدرسة، وحصلت على النتائج التالية: طول الأصلي للقضيب المعدني L1 بيساوي 0.5 متر عند درجة حرارة T1 يساوي 0، وعندما سخن القضيب إلى درجة حرارة T2 بتساوي 100 أصبح طوله L2، أصبح طوله، يعني ده الطول بعد التمدد وليس التغير في الطول. احسب معامل التمدد الطولي مباشرة، القانون L2 ناقص L1 يساوي ألفا في L1 في التغير في درجة الحرارة T2 ناقص T1. عوض احسب، هتلاقي L2 بكام؟ ها 0.509 ناقص 0.5 يطلع الناتج 0.009. تمام. ثم ننتقل الى تي 100 ناقص كام؟ 0، يبقى 100. يبقى من السهل جدا، وعندك الطول الاصلي، من السهل جدا انك تحصل على معامل التمدد الطولي اللي هو الفا بيساوي دلتا ال على L1 دلتا تي. عوض 0.009 على 0.5 اللي هو الطول الاصلي في التغير في درجه الحراره، فيصبح لديك معامل تمدد طولي 1.8 في 10 اس سالب 4 سي درجه حراره اس ماينس 1، او تقدر تعملها تقسيم سي. والى لقاء جديد ان شاء الله في دروس قادمه ومراجعات اخرى جديده، مع اطيب التمنيات لكم من قسم الفيزياء بمدرسه عمر بن عبد العزيز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.